بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم. أعطيكم اليوم مستكملا ما بدأه الزميل العزيز الأستاذ أحمد فيما يتعلق بالتسويق، حيث أنهى عدة محاضرات في هذا الموضوع. فاستكمالا للموضوع سنتكلم بشكل خاص عما يسمى بمهارات التسويق الإعلامي. التسويق هو مهمة مما في الأصل من مهام الاتصال، يعني هو الجزء الاتصالي، ممكن يكون يأتي بشكل صورة محاضرية، ممكن يكون مواجهات، يعني فكرة مواجهية أو محاضرات أو إعلام أو وسائل إعلامية. التسويق هو أيضا في هذه المنظومة ربما بينه وبين الإعلان علاقة وطيدة، لكنه يختلف عن الإعلان. الإعلان قد يسوق سلعة، بينما الإعلان أو التسويق عموما يندمج في عدة مكونات لينتج في النهاية هذا المنتج التسويقي الذي سنتحدث عنه. فكرة التسويق يمكن أن تنطبق على الإعلام، فيسمى تسويق إعلامي. ممكن ينطبق على برامج معينة ثقافية فيسمى تسويق ثقافي، ممكن يسمى تسويق سياسي وهكذا. المهم أن الفكرة كمبدأ ممكن تسوق لمؤسسة، ممكن تسوق الأفكار داخل هذه المؤسسة. بمعنى لو قلنا هذا تسويق سياسي، فهو يكون ممكن تسويق لمبادئ سياسية معينة أو تسويق لمؤسسة سياسية. نفس الشيء هنا، تسويق إعلامي ممكن نسوق مؤسسة إعلامية، نقول مثلا جريدة الأمة الإلكترونية، هذه مؤسسة نريد أن ننشر هذه الجريدة بين الناس، أن نقيم شيء من الدعاية لها، نقيم شيء من التوضيح لمبادئها، فنحن هنا نسوق جريدة الأمة الإلكترونية. أو تكون لهذه الجريدة مثلا حوار مميز، يكون لها تقرير أو تحقيق أو مقالات معينة منفردة بها، فنبدأ نحن نروج لهذه الأعمال، فيسمى هذا أيضا نوع من التسويق، لكن لما هو داخل المؤسسة. أحيانا مهمة التسويق في المؤسسات الإعلامية قد لا تعطى الأهمية الكبرى التي ينبغي أن تعطى من خلال أو من قبل المسؤولين داخل هذه المؤسسة. يظنون أن مجرد أن المؤسسة مثلا مشهورة، أو أن ما يعطونه من داخلها من أفكار، ما يقومون بإنتاجه من أعمال إعلامية تكفي في ذاتها لتنتشر، لأنها في ذاتها قوية. نعم، نحن نقول هذا كما يقال، يعني إيش، لا أريد أن أقول حقي وردي باطل، لأنه ليس هذا باطلا، لكن المقصد أن نعم أنت أنتجت إنتاجا جيدا، فهنا أنت تساعد هذا الإنتاج على النهوض وعلى الانتشار وعلى التميز الأكثر إذا قمت بتسويقه. نحن لا نستطيع أن نسوق أفكارا تافهة، أفكارا ضحلة، أفكارا يعني ليست مقبولة عند المجتمع، أفكارا تناهض هذا المجتمع أو تناقض ما درج عليه المجتمع. لكننا إذا كنا بالفعل قمنا بأعمال ناجحة، فهذه ستزيد وسترفع من متابعة هذه الأعمال الناجحة. يقولون الجودة، جودة العمل تفرض نفسها، نقول صحيح، لكن في نفس الوقت تكشف عن قصور في استيعاب وجوه مهمة من الإدارة الناجحة. لماذا؟ هذا التسويق في الأصل يساعد على سرعة الانتشار. هذا في ذاته هدف كبير، أنت تريد لأفكارك أن تنتشر وأن يعني تصل إلى آفاق بعيدة. هذا في الغالب لا يكون بشكل تلقائي، لابد أن يكون هناك نوع من التسويق.
إذن لابد أن نفهم أن التسويق له أهمية، وهذه الأهمية تكون من ضمن الأدوات الموجودة لدى هذه المؤسسة لتؤدى الأدوار كما ينبغي، فتؤدي في النهاية إلى نجاح عام للمؤسسة. إذن التسويق هو يختصر الأوقات، والتسويق يقرب المسافات. يعني تسويق هذا التسويق المهم يقفز بالمؤسسة أو أي مؤسسة، يعني مؤسسة عالمية أو مؤسسة أخرى، حتى تصل برسالتها في أقرب فرصة بأوسع انتشار إلى الجمهور. وهذا بلا شك هدف مهم من أهداف المؤسسة أيا كانت، وخاصة المؤسسة الإعلامية التي تحمل رسائل وتسعى لتوصيلها للجمهور. فهذا أكيد يغري المدير الناجح أن يستفيد من التسويق لأفكار المؤسسة. المشكلة أحيانا أنها بتعتبر عبء مالي إضافي، وهذه حقيقة، هو عبء مالي، لكننا لا نستطيع أن نقول هو عبء إضافي، هو عبء أساسي. يعني أنا حتى أنتج الأخبار أنا أستقدم مثلا محررين مميزين، أعطيهم مثلا أدوات قوية، ويسر لهم سبل الاتصال وأحيانا المواصلات والطائرات وكذا، حسب يعني ما تسعى له المؤسسة الإعلامية. فهذه محسوبة، ويجب أن يضاف إليها أيضا الأمور الأخرى للتسويق، تكون هي من ضمن الحسبة. ما هي المشكلة؟ أنه ينظر إليها بعيدا عن الحسبة الأساسية. لا، أنت ضمنها للحسبة الأساسية حتى تكون المخرج النهائي متضمن من خلال هذا الإنتاج، كأنه جزء من الإنتاج وليس منفصلا عن هذا الإنتاج. المشكلة أيضا أحيانا أن المحصلة النهائية قد تأتي بتكاليف زائدة دون سبب. يعني المهارة هنا أيضا تتطلب أنه يروج للشيء الذي يستأهل أن يروج، ويروجه بميزانية هي منطقية لهذا الموضوع. يعني أنا أريد أن أنشر خبرا ما وأعطيه مثلا تسويق إلكتروني وما يشبه هذا، فهذا هذه الفكرة في ذاتها جيدة، لكن المشكلة أنه ربما يهدر المال في التسويق الزائد، لأنه التسويق له حد معين. يعني هو مثل ما أن تملأ كوبا مثلا، إذا ملأته بالحد الطبيعي فهذا جيد، إذا ظللت تملأ فيه وهو ممتلئ أصبح يعني هذا هدر لهذا الإيش الذي يصب في الكوب. إذن الفكرة الجيدة إن تم إنتاجها بميزانية ميالة إلى تقليل الإنفاق بأن ينزع بعض العناصر للنجاح فيها، ستكون المحصلة النهائية أن يخرج هذا العمل بشكل لا يلفت النظر، شكل عادي لا يؤدي إضافة ولا يرفع أسهم المؤسسة. وأيضا الساحة قد تكون مليئة بأمثال هذه الصور، إنما العمل الذي يتم حساب احتياجاته بشكل محترف وانضباط، لا هو فيه إسراف ولا أيضا فيه تقتير، سيحقق من خلاله التميز الذي يمثل علامة إنتاجية فارقة تزيد من رصيد هذه المؤسسة وترفع من شأنها عند متابعيها. طيب، ماذا نقصد بعملية التسويق؟ هذه نقطة مهمة. نقول أنها أولا هي عملية إبداعية تساعد المنتج على الانتشار بين الجمهور، وتقوم على فكرة أساسية وهي خلق الحاجة لدى العميل، أن ذلك المنتج أو تلك السلعة مهمة بالنسبة له وتشبع حاجة لديه. هذا تعريف عام في الموضوع التسويقي بشكل أساسي. نقول عملية التسويق يعني تقوم على فكرة أساسية. ما هي الفكرة؟ أن يخلق الحاجة لدى العميل اللي هو الآن الجمهور. الجمهور يسعى أو يعرف أو يدرك أن هذا الخبر مهم بالنسبة له، أن هذه الجريدة مهمة بالنسبة له، أن هذا الموقع الإلكتروني مهم بالنسبة له. لماذا؟ لأنه اقتنع أن هذا الموقع الإلكتروني أو هذه مثلا الإذاعة يعني تغطي احتياج أساسي لديه.
لو كنا نتذكر نظرية الحاجات والإشباعات في نظريات الاتصال، أن الإنسان يتابع شيء ليشبع ما لديه من رغبة في تعلم معين، في إدراك أشياء معينة، في التواصل، في إدراك حتى قيم المجتمع وما يشبه هذا، كل هذا سيتحقق لو نحن جئنا للعميل من هذه الزاوية وقلنا له وأقنعناه، وقلنا طبعا إحنا كنا فعلا بنتعامل بشكل صادق، يعني أننا نعطيه الرغبة وأننا يعني سنقول له من أكثر من زاوية أنه بمتابعته لهذه المؤسسة أو لهذه الأخبار التي يعني تنتجها هذه المؤسسة أو الأعمال التي هي من إنتاج هذه المؤسسة، كل هذا سيفيدك فائدة كبيرة، فهلم إلى الاستفادة. هكذا أنت خلقت له الحاجة عندما تتعامل مع الاحتياج الذي هو فعلا يرغب فيه، إذا جئته إلى من باب الإشباعات التي يرغب فيها. قالوا أن التسويق هو عملية تابعة للمنتج وليست هي المنتج نفسه. يعني احنا نقول هنا رسالتنا هي الرسالة الإعلامية، طيب هل التسويق هو الرسالة ولا الرسالة شيء وتسويقها شيء آخر؟ الرسالة هي شيء مستقل بذاته، لكن التسويق هو شيء وضعناه لمزيد من النشر لهذه الرسالة، فهو لا يعني ايش يعني يتخطى حده ليدخل الى الرسالة، بل العكس، الرسالة هي التي تساعده من جهة انها قوية ومفيدة وجذلة، فهنا يتكئ على هذه المساعدة ليقوم بدوره وهو نشر هذه الرسالة على أوسع نطاق. المفاهيم الحديثة لعملية التسويق تدرج هذا التسويق في عملية الإنتاج بشكل أساسي، بحيث يصير التسويق جزء تضمن داخلها فكرة التسويق للإنتاج. وبكل حال فالمفاهيم تشير بطريقة أو بأخرى إلى أهمية التعاضد بين الفكرتين، لكن واقع التخصص يسند الإنتاج إلى فريق والتسويق إلى فريق آخر. يعني مهم أن يفهم المنتج أو الذي يكتب المحتوى مثلا أن يستفيد من خبرة زميله في التسويق، أو أن يكون لديه المهارتين معا، لا بأس، هذا ممتاز، هذا يفيده. والنسعى دائما إلى ما يسمى بالإعلامي الشامل أو الصحفي الشامل، حيث يستطيع أن يصور، يستطيع أن يكتب على الكمبيوتر، يستطيع أن يبحث، يستطيع أن ينشر مباشرة إلى غير ذلك. هو أيضا لو استطاع أن يسوق أو حتى يفهم عملية التسويق، هذا التسويق يقوم على مبادئ افهمها، فهنا حتى ولو لم تمارسها بنفسك فأنت ستساعد زميلك المسوق على أن يسوق بشكل صحيح. في نفس الوقت الزميل المسوق هو نفسه يقوم بعملية أخرى مع الإنتاج، هو يقول لو الناس تهتم بالشيء الفلاني، الناس مثلا انجذبت إلى الموضوع الفلاني عندما تكلمتم عنه، لماذا مثلا لا تتركوا أشياء مشابهة، لماذا مثلا لا تسعوا لنفس الخط باتجاه آخر، لماذا لا تعددوا المفاهيم المتعلقة على تطورات النفس هذا الموضوع بشكل آخر. يعني مثلا الناس مهتمة حاليا بالأزمات الناجمة عن مسار اقتصادي معين، الناس انجذبت لهذا، ورأينا أننا لما نشرنا هذا الخبر كان رد فعل الناس فيه كثير. جميل، إذن اهتموا بهذا بشكل يعني يسري هذه الفكرة، لكن بدون طبعا إلحاح، بدون إزعاج، بدون تكرار نمطي في الأمور. إذن هي كما ذكرنا هي طبخة مثلا يوضع عليها البهارات، لو زادت البهارات بشكل زائد فإنها تصبح غير مناسبة وأفسدنا الطبخة بمثل هذا الأمر. يعرف التسويق بعدة تعريفات، منها مثلا هي عملية تهتم بتحديد رغبة العميل
والعمل على تلبية هذه الرغبة. منها هي عملية إدارية اجتماعية يحصل بموجبها الأفراد والمجموعات على ما يحتاجون، ويتم تحقيق ذلك من خلال إنتاج وتبادل المنتجات ذات القيمة مع الآخرين. انظر إلى كلمة عملية إدارية اجتماعية، يعني الحقيقة أن التسويق مظلوم بكونه ينظر إليه على أنه إعلان عن المنتج أو إعلان عن الفكرة أو إعلان عن المؤسسة. هذا الجزء حقيقة، هذه الجزء من عملية التسويق. عملية التسويق بتشمل عدة يعني متغيرات أو عدة عناصر سنشير إليها حالا في أثناء حديثنا. هي التسويق أيضا في التعريفات عملية مجموعة عمليات أو أنشطة، مجموعة عمليات أو أنشطة تعمل على اكتشاف رغبات العملاء وتطوير مجموعة من المنتجات أو الخدمات التي تشبع رغباتهم. هل انتبهت هنا إلى أن فكرة العملاء أو فكرة طبعا بين قوسين الجمهور في المؤسسة الإعلامية، الجمهور في الحالة السياسية، الجمهور في الشأن الاجتماعي، الجمهور في التعامل الثقافي، كل هذا هو نفسه شيء واحد وهو الجمهور الذي نؤدي له هذه الرسالة، الذي نوصل له هذه الأنشطة. إذن التسويق هنا يكون ضبط الإيقاع مع هذه المجموعة من العمليات، عمليات مختلفة تؤدي في النهاية إلى أنني نكتشف رغبة العملاء ونطور منتجاتنا من الخدمات حتى تشبع رغباتهم. إذن نكتشف نطور ونشبع، نكتشف ونطور ونشبع الرغبات. أنا بس أريد أن يعني في خارج إطار التسويق، نحن لا نتكلم عن فكرة الإشباع باعتبارها ما يطلبه المستمعون كما قال أو المشاهدون، لأن هذا جزء من الدور الذي نقوم به في الإعلام، لأنه أكيد مهم جدا أن نشبع رغبات الجمهور، لكن في نفس الوقت لدينا دور ومسؤولية اجتماعية أخرى يجب علينا أن نقوم بها وأن نروج لها وأن نسعى لنشرها بشكل جيد في التسويق، حتى ولو لم ينتبه الجمهور إلى أهميتنا نحدثهم عنه، لأننا نبني، لأن لدينا هذه المسؤولية، هذا الشعور المسؤولية، يجب علينا أن نحاول أن ننهض بالمجتمع حتى وإن لم ينتبه أبناء المجتمع إلى أن ما نقدمه له في مصلحتهم نزولا على أنهم يرغبون فقط. فإذا كان الأمر كذلك فسنجد جزء من الجمهور يهتم كثيرا مثلا بقضايا الترفيه ويعني يصرف كثيرا جدا في الترفيه، فإذا اتبعنا هذه الجزئية أصبح كل عملنا للترفيه، أو مثلا بشكل أو بآخر لأي قضية أخرى هم يهتمون بها كالرياضة أو اللعب أو كذا. فإذا كنا فعلا مؤسسة تسعى لأداء دور، فهذا يجب عليه أن ينتبه إلى أن نعم نحن في داخل الأفكار نحن نغطيها من خلال رغبات الجمهور حول هذه الفكرة، ولو استطلاعا أو تفنيدا أو ما يشبه هذا، لكننا نطرح الفكرة بمبادرات أيضا منا حتى ننبه المجتمع إلى أهميتها وإلى ما نقوم يعني به من توعية فيها. فإذن إذا كانت العملية في التعريفات للتسويق تتكلم عن تطوير المجموعات المنتجة أو كذا لتشبع رغبات المستهلكين أو الجمهور في الأفكار الإعلامية، فإننا لا نطلق الأمر على عنانه، وإنما نقول الأمر أيضا فيه جزئية المسؤولية المجتمعية. عدة يعني تعريفات موجودة هنا في الملف يمكنكم الاطلاع عليها. خذ مثلا هذا التعريف الآخر، التسويق هو مجموعة من الجهود والأنشطة التي تسهل وتصاحب انتقال السلعة أو الخدمة أو الفكرة من مصدر إنتاجها إلى مشتريها. يبقى هنا دخلنا فعلا التسويق هنا يمكن أن يكون خدمة، ممكن أن يكون فكرة،
ها من مصدر إنتاجها. هنا المصدر الإنتاج قد يكون حزبا سياسيا، قد يكون مؤسسة إعلامية، قد يكون مثلا مصنع. النهاية إن هو ده جزء مفهوم مشترك بين فكرة التسويق، حيث كما يقال هناك تحقيق لمنافع معينة، تحقيق لمنافع معينة. نحن نقوم بالجهود حتى ننقل هذه الفكرة، الجمهور ينظر إليها، يستهدف تحقيق منافع معينة. هذه المنافع مشتركة، منفعة للمنتج للفكرة، ومنفعة أيضا للمستهلك لها أو المستفيد منها. هذا التعريف هو أقرب لمفهوم التسويق في مؤسسات الإعلام، لكونه راعي احتياجات المنتج والمستهلك والمجتمع من عدة نواحي، ويعتمد هذا التسويق على أسس معينة، مثلا منها تكرار العرض. أنا أريد أن أسوق فكرة، فهذه الفكرة لن تسوق من مرة واحدة يستمع إليها الجمهور، وإنما يجب علي قدر المستطاع أن أسوقها بتكرارها. وهذا مشترك أيضا مع الإعلان كما تعرفون، فالإعلانات هي أكثر شيء يعني يتم تكراره على الجماهير. لكن هنا تكرار لا يكون إلى حد الإملال كما أشرنا في عدة محاضرات، وإنما مهم أن يتم تنويع هذا التكرار بحيث يعني يقتنع الناس به دون ملل منه. أحيانا التكرار بيكون بسبب يعني أن الوقت يداهمنا، خاصة مثلا في قضايا مثل التسويق السياسي. هم يسوقون لبرنامج معين لحزب معين ليخوض الانتخابات في وقت معين، فهذا أيضا يتطلب التكرار بشكل مناسب، حيث لا يؤدي إلى إملال من جهة، ولكن في نفس الوقت يؤدي إلى أثر سريع من جهة أخرى. هذا التسويق أيضا يؤدي إلى سرعة أداء المؤسسة وتدفق أخبارها، وهذا أيضا محتاج إلى أننا ننظر إلى الأمور من عدة زوايا. ولهذا ينبغي لفريق التسويق أن يدرك دوره بهذه الطريقة، أنه هو بيكرر وينوع حتى يسرع أداء المؤسسة. الاتجاهات الحديثة تعتبر التسويق عملية أساسية في الإنتاج، على اعتبار أنها تبدي ملاحظات أساسية فيه يجب وضعها في الاعتبار عند التنفيذ. بمعنى نحن كما ذكرنا لابد أن تكون هناك علاقة بين فريق الإنتاج وفريق التسويق. إذا استطعنا أن نجعلهما فريقا واحدا فهذا أميز شيء، إذا لم نستطع فعلى الأقل تكون هناك قنطرة من التفاهمات بينهما، حتى يقول له وكأنه هو واجهته للمجتمع، يقول له عضو فريق التسويق: أرجو الانتباه إلى الأفكار الفلانية لأنها تلقى رواجا لدى المجتمع. فهنا يعيد هو تكرار هذه الأفكار بشكل أو بآخر حتى يستفيد المجتمع وتستفيد المؤسسة ويستفيد الدور المطلوب. ننتبه إلى أن إن كانت عملية التسويق هي عملية موجهة للإنتاج، لكنها أيضا تابعة له. يعني إحنا مش بنعمل التسويق من أجل التسويق وحده. هنا فرق في الفكرة على أنها تسويق لمؤسسة إعلامية. المفروض أن الإنتاج هو القاطرة الأساسية التي انبنت على ممارسة إعلامية صحيحة وفيها الأفكار المطلوبة، لكن هي تستفيد من توجيهات الإنتاج. هي إذن عملية التسويق، عفوا، تستفيد من توجيهات المسوقين. عملية التسويق إذن هي عملية توجه الإنتاج لكنها تابعة له. توجه مثل إيش؟ مثل مثلا سائق القطار. لا، خلينا نقول أن القاطرة بتاعة القطار التي يقودها سائق. السائق هو الذي يضبط الإنتاج، والقاطرة التي يقودها هي التي تأتي بعد ذلك بالجسم الكبير للقاطرة بعدها. يبدأ التسويق قبل القيام بعملية الإنتاج، لأننا لما بنتكلم عن الموضوع إزاي هنسوقه، يعني قدر المستطاع نشوف كيف يمكن أن هذا الموضوع يتم تسويقه. طبعا في المؤسسات الإعلامية القائمة بالفعل لن يتوقف العمل ليستشيروا زملائهم في الإنتاج، وإلا توقفت الأمور. مثلا نحن لما نبدأ في المؤسسة أو نبدأ في حملة للمؤسسة كاملة، منطقي أننا نحتاج إلى توجيهات معينة في
المسوقين من المسوقين، يقول مثلا سنستهدف عدد معين للوصول، يا ترى الذين سنستهدفهم من أي طبقة من طبقات المجتمع؟ هل الشباب، هل الكبار، هل الصغار، هل كذا هل كذا؟ نحدد له المعالم الأساسية وهو يشارك في الرأي في هذه القضية، ثم هنا ليبدأ هو في عمله ونبدأ نحن في الإنتاج في الأشياء المتفق عليها بهذه الطريقة. لكن في أثناء العمل كما يقال الفيدباك أو التغذية الراجعة، هو يعطينا بعض الملاحظات ونحن نقوم بتنفيذ ما يصلح منها، فهنا يكون العمل ناجحا ومتعاضدا. قد ترغب المؤسسة الإعلامية في تغيير مفاهيم شائعة في المجتمع، وهنا نراها تحتاج لإعادة التوجيه، ولا بد من إسناد دور أكبر للتخطيط في عملية التوجيه الإعلامي. ويصبح مقياس النجاح أو الفشل في المؤسسة الإعلامية عندما تقدر على تسويق نفسها مع قدرتها أيضا على أداء رسالة إعلامية ناجحة. إذا أردنا تسويقا جيدا، لابد لنا أن نتقن المادة المسوقة حتى نسهل عملية التسويق، وإلا تحول التسويق إلى عملية خداع، تبيع الوهم، وسرعان ما تفقد مصداقيتها وتضعف قيمتها ولا تشبع حاجة الجمهور، ولذلك ينفض الناس عنها. هذه في حقيقة الأمر في يعني فيها تداخل بين فكرة المصداقية كمبدأ، وهو مبدأ إعلامي مهم جدا، أننا نسعى فعلا عندما نقول شيئا أن يكون هذا الشيء صادق وحقيقي وواقعي ومقبول، ولا يتكئ لا على أوهام ولا على استنتاجات ولا كذا. إذا أردنا أن نستنتج نقول نحن نستنتج، لكن نسوق الأشياء على أنها حقائق، ثم بعد ذلك تتضح أنها ليست هكذا، أصبح هذا يضعف بل قد يفشل كل المصداقية المتعلقة للمؤسسة. فترى أحيانا بعض الناس يضع مثلا على فيديو أشياء تنافي الحقيقة، يقول مثلا إيه وهكذا سقط فلان مثلا، أو سقطت الدولة، أو الحكومة مش عارف قدمت استقالتها أو كذا. كل هذا يأتي بتوقعات ليثير فرقعة حتى يعني يعمل لنفسه دعاية بهذه الطريقة، والحقيقة أنها ستأتي في الغالب بنتيجة عكسية. أنا مرات كثيرة أصدع عن أشخاص لما أجد أن العناوين التي يذكرونها منافية لما يتكلمون عنه. هو أراد أن يجذب الناس من خلال عناوين فرقعات وأشياء يعني مهمة بتصورات معينة، فإذا دخلت إلى الفيديو مثلا أو إلى الخبر أو كذا وجدته مختلفا ولا يعبر عن العنوان الذي صيغ به، فلذلك يحدث سقوط في هذا الاتجاه. فهنا لابد من الانتباه، لأن الأمر لابد فيه من التعامل بمصداقية، وفي هذا ينطبق على التسويق نفسه وينطبق على الرسالة التي نسوقها. فلا يقنعنا المسوقون باستخدام أساليب إنتاجية غير حقيقية رغبة منهم في نوع من المكسب السريع بهذه الطريقة. في الوقت الحالي التسويق ينقسم لنوعين، النوع الأول هو تسويق تقليدي، والنوع الثاني تسويق إلكتروني. التسويق التقليدي كيف يكون؟ الطرق التقليدية المعتادة في التعامل مع الجمهور، إعلانات مثلا، إعلانات الطرق التي في الشوارع أو الإعلانات في الجرائد والتلفزيون والإذاعة. هناك مثلا مقابلات، هناك أعمال تسوق بطرق غير مباشرة، يعني مثلا المؤسسة، هذه مؤسسة سواء مؤسسة اجتماعية أو ثقافية أو كذا، ترعى مسابقة معينة، ترعى تكريم الناجحين في شيء معين، ترعى حفلا معينا، ترعى مباراة كرة قدم. تعرفون أن حتى مرات كثيرة الشركات الكبرى مثلا اتصالات ولا غيرها ترعى أحيانا فريق معين أو من الفرق الناجحة أو مباراة معينة أو كذا. كل هذا له وضعه التسويقي، وهذا يندرج تحت التسويق
التقليدي. التقليد يعني يعتمد على طرق أساسية في التعامل مع الجمهور، يعني تسعى إلى الإقناع الشخصي، تسعى مثلا أحيانا للمقابلات. ببساطة ممكن لو بنسوق شيء كبير مثلا، كمان يسوق يعني أماكن سكنية مثلا أو قطع أراضي أو مزارع أو كذا، ممكن ببساطة ينطلق إلى مباشرة إلى الأشخاص الذين يستهدفهم، الذين يتوقع أن يتفاعلوا معه في شراء هذه الأشياء، فيذهب إليهم ليقنعهم شخصيا من خلال مقابلات أو حتى محاضرات المتوسطة أمام الناس، ليشرح لهم ميزات هذه السلعة أو هذا المنتج. نفس الشيء إذا كنا نريد أن نتعامل مثلا كمؤسسة إعلامية مع جمهور معين من المثقفين أو كذا، يمكننا أن نرعى عملا ما، نقيم محاضرة ولو محاضرة تعريفية بالمؤسسة الإعلامية، أو حتى كما ذكرت بشكل غير مباشر أن نرعى عملا ما ثقافيا أو رياضيا وكذا، فيكون ده نوع من إيش التسويق التقليدي. النوع الثاني هو التسويق الإلكتروني، وتعرفون هذا يعني أسرع انتشارا، أرخص من الناحية المالية. التسويق الإلكتروني يعتمد على استخدام أو إنشاء مواقع إلكترونية لترويج الأعمال، وأيضا القيام بالتسويق عبر طرق مثل الرسائل الإلكترونية ومجموعات الدردشة ورسائل الهاتف الجوال وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي. أحيانا كتير نفس التسويق ده بيعتمد على دفع مال مقابل هذه الخدمة للمؤسسات أو المواقع الإلكترونية، أو أن ننشئ بأنفسنا هذا الموقع الإلكتروني ونعمل من خلاله، أو الأمور كلها تكون متوازية، فأنا أنشئ الموقع الإلكتروني وآخذ منه الأعمال لأروج لنفس الموقع وأروج لبعض الأفكار داخل هذا الموقع حتى ينتشر بشكل أو بآخر من خلال مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال دفع لجوجل مثلا واليوتيوب وهكذا، أقوم بهذه الإعلانات. لكن أعمال مثل الرسائل الإلكترونية لا تزال إلى يومنا هذا تعطي شيء من الانتشار، وكذلك أيضا رسائل الهاتف الجوال لا تزال أيضا تفيد في الانتشار. يجب أن نفرق بين عملية التسويق والإعلان. الإعلان هو جزء من التسويق وليس هو التسويق بذاته. الإعلان يستخدم أو يستخدمه التسويق بصورتين، سواء الصورة التقليدية أو الصورة الإلكترونية، يستخدمونه في وقت محدد ووفقا لنظام الحملة التي خطط لها. يعني بمعنى آخر، الإعلان هو ليس حملة، الحملة هي التسويق. التسويق نستخدم الإعلان في الأماكن الفلانية في الوقت الفلاني في الموضوع الفلاني في الجزئية الفلانية، لكن التسويق يتضمن أشياء أخرى نقوم بها. يعد الإعلان نفسه جزءا من المزيج التسويقي. إذا نحن كل هذا نمهد لما نسميه المزيج التسويقي، الذي يتكون من عدة عناصر: كيف ننشط المبيعات، كيف يمكننا أن نتدخل بتسويق مباشر، كمان الدعاية، الرعاية الرسمية، أيضا العلاقات العامة، كل هذه تدخل في عملية التسويق أو ما يسميه المزيج التسويقي. نقول أن عملية التسويق مكونة من كلمتين، كلمة عملية وكلمة تسويق. إذن هي ليست كلمة واحدة معبرة، إنما نستخدم نقول عملية التسويق معناها أن هناك عدة عناصر تتكامل حتى نخرج بالنتيجة. ويقولون يتعاون كل الأعضاء، لأن التسويق يحتاج لعوامل إنتاجية ومالية وخبرات مختلفة حتى يكون تسويقا ناجحا. لو قلنا أن هناك كوب من العصير نحن نخرجه، هذا في حقيقة الأمر يتكون من الفاكهة مثلا، يتكون من الماء، يتكون من السكر، ويستخدم له جهاز حتى ندمجها سويا ثم نقدمه بشكل لائق، يعني التقديم نفسه بشكل لائق بعد الإنتاج. احنا أنتجناه كفاكهة، لكن تخيل أنك تقدمه في كوب غير نظيف مثلا،
سينقص من قيمته بلا شك، وهكذا. فلا بد أيضا أن يتم في عملية التسويق الاستخدام العناصر كلها لتخرج بنتيجة ناجحة. طيب، أيضا فكرة التسويق هي ليست عملية تتوقف عند حد معين وتنتهي، بل هي ما دامت هذه المؤسسة تسعى للاستمرار يجب أن يكون التسويق أيضا قائما ومستمرا. يعني عملية التسويق هي عملية مستمرة. إذا عملية التسويق هي عملية يدخل فيها عدة عناصر. عملية التسويق هي أيضا عملية ومستمرة، فتسعى لاستمرار وجودها نظرا للحاجة إليها. طيب، عملية التسويق هي عملية لها علاقة بعدة إدارات داخل المؤسسة الإعلامية. مثلا الإدارة المالية، لأنها بتحدد إزاي الميزانية المطلوبة، فهي عملية التسويق ترتبط بالإدارة المالية. طيب، هذا رافض للتدخل، أيضا ترتبط بالشأن الإداري لأنها تتطلب حركة أفراد قد تكون داخل أو خارج المؤسسة، فهي جزء من علاقة العملية التسويق، سيكون جزءا إداريا، جزءا ماليا وجزءا إداريا. طيب، هل هي ترتبط بالعلاقات العامة؟ أكيد، لأن العلاقات العامة جزء كبير من مهام التسويق، أو جزء من مهام العلاقات العامة أن يهتم بالتسويق. فعملهما متداخل، وترتبط أيضا بإدارات التحرير في الإعلام سواء المقروء أو البرامج في المرئي والمسموع، كلها لها أسس تقنية، لها أسس فنية، لها أسس فكرية. كل هذه ستكون أيضا عملية التسويق مرتبطة بهذه العملية ومرتبطة بهذه الإدارات. فالجهود التي تؤديها المؤسسة يعني كلها تبدأ من إيش؟ من أنها تكون متكاملة ويعضد بعضها بعضا لتؤدي الدور الناجح. مثلا يحتاج فريق التسويق لإدارة جهود العلاقات العامة، وأيضا العكس صحيح، فيجب أن نربط بين الفريقين وحتى نرشد الإمكانيات. مثلا حتى ممكن إما أن تعمل في فريق واحد وإما أن يكون هناك تنسيق وتكامل. لابد أن نحدد الميزانية المتاحة، لابد أن نحدد فريق العمل الذي يكون تابع للتسويق، وأيضا الفريق في المؤسسة التي يمكن أن يتفاهم بشكل أفضل. إحنا بنقول إن هي لها ارتباط بالمالية، لها ارتباط بالإدارية، لها ارتباط بالإنتاج. طيب، يعني معناها إيه بالضبط؟ كيف يكون هذه الارتباطات منضبطة بحيث تكون العملية التسويقية في النهاية عملية من ضمن عمليات هذه المؤسسة؟ ما هنا كما ذكرت، إما أن تكون الفرقة الأساسية مندمجة في مكان واحد في عمل واحد، فتكون إدارة التسويق جزء من إدارة مثلا الإدارة الشؤون الإدارية، أو جزء من إدارة شؤون العلاقات العامة، أو حتى من الإدارة الإنتاجية كمثال، أو أن يكون هناك قناطر، أن هناك موظف رابط بين هذه وتلك. لابد أن هذه المهمة حتى يعني تنضبط هيكون في زي ورقة أداء عمل، ومن ضمنها موافقة مثلا إدارة الشؤون المالية على تخصيص مبلغ كذا، ويأتي هذا الموظف ويذهب إلى الإدارة المالية ويأتي بالتخصيص من هذه الإدارة، أو يكون القرار مثلا من المدير الإداري ثم يوافق عليه مدير الشؤون المالية، ومن ثم يأتي الأمر للإدارة مثلا إدارة العلاقات العامة حتى تنفذ من خلالها، ويبدأ أيضا فريق التسويق يكون داخلها. طيب، عندما نتكلم أيضا عن الجمهور، هذا جزء من ما نسميه العملية التسويقية أو المزيج التسويقي. المزيج التسويقي لابد أن يعتبر وجود الجمهور ورغبات الجمهور وتطلعات الجمهور ومشاكل الجمهور في الحسبان. الجمهور في الأساس نوجه له رسائل هذه الوسيلة أو الوسائل التي تملكها المؤسسة. قد يكون الجمهور المستهدف النساء مثلا أو الأطفال، لكل منهما خصائص يجب تحديدها ودراستها واستهدافها حتى نسوق بشكل صحيح. مثلا أيضا نجيب على أسئلة عن المكان، عن الزمان، عن كيف وأفضل طرق التأثير والجذب لهذا الجمهور. لابد أين نجد هذا الجمهور؟ ما الوقت المناسب لأعرض عليه؟ ما هي
طرق التأثير، أفضل طرق التأثير مثلا، حتى ولو تداخل أشياء مؤثرات مثل الألوان، الأشخاص، وفي شخص محبوب جدا عند الإيش؟ عند الأطفال، فالاستفادة من وجوده هو من إجابة كلمة كيف في هذا العمل التسويقي. أيضا تحديد الأماكن أو المساحة الزمنية، وكم لوحة عندنا، كم إعلان، كم موقع سنستخدمه في أي وقت ولأي مدى، وبذلك نحقق أهداف المؤسسة. فيكون التسويق ملتزما بأهداف وسياسات المؤسسة، فلا بد لفريق التسويق أن يكون مدركا لأهداف المؤسسة. والأهداف، هناك أهداف عامة كما نعلم، وهناك أهداف خاصة للمؤسسات. فالمؤسسة في أصلها تنتج رسائل إعلامية، والرسائل الإعلامية يجب أن تكون من ضمن إما إخبار الناس، فهو جزء من عملنا، تثقيف، ترفيه، توعية اجتماعية أو دينية أو سياسية، وهذا كله من أهداف العمل الإعلامي ككل. ولكن هناك أحيانا أهداف خاصة لنفس المؤسسة. هل طبيعة مثلا هذه المؤسسة هي مؤسسة رصينة أم أنها منفتحة؟ هل هي مؤسسة ربحية أو غير ربحية؟ فطبيعة التسويق يجب ألا تحيد عن أهداف، ولا عن سياسة المؤسسة، ولا عن طريقة تناولها، ولا عن طبيعتها. التسويق الجيد هو الذي يستخدم أفكار المؤسسة ويطورها ويبدع في عرضها من خلال هوية المؤسسة، لا من خلال تصوراته هو. يعني أنت لن تأخذ بيد المؤسسة إلى رغباتك أيها المسوق أو يا مدير التسويق أو يا من تعمل بهذا، لكن أنت تقترح، أنت تطلب، أنت تقول، يعني تعرض ميزات فكرتك، لكن الأصل أنك لن تحيد بالمؤسسة عن هويتها ولا عن تصوراتها. عملية التسويق هي عملية منظمة، يجب علينا أن نخطط وأن نحدد الميزانية لها بحيث تنضبط وفقا لخطة عمل. يعني مش معنى إن إحنا بنسوق وإن إحنا بناخد فلوس عشان نعمل إعلان وكده إن العملية مفتوحة، لابد من تحديد لها بشكل منضبط. أيضا إدراك الفريق لأهدافه يجب أن يتضمن إجابة سؤال: ما الذي سأسوقه بالتحديد؟ هل أنا سأسوق مفردات معينة؟ هل يعني مؤسسة ككل؟ أو شخصية مثلا داخل المؤسسة، أو موضوع في هذه المؤسسة، علما بأن المؤسسة تسوق ما تتميز به وما تنفرد به عن غيرها. وإلا كيف أن نسوق شيء والناس كلها بتتداول؟ يعني نحن أجرينا، نقلنا حوارا أجراه غيرنا، فأصبح تصريح هذا الشخص أو حوار هذا الشخص شائع وموجود في عند غيرنا، فلماذا نسوقه باسمنا؟ لا، إحنا إن انفردنا أو جئنا بشيء مختلف أو بزاوية مختلفة من نفس الموضوع، أصبح هذا فعلا شيء يمكن أن تتميز به وتنفرد به المؤسسة ويمكن أن يسوق. كل الاستيعاب لهذا يسهل عملية التخطيط. إذن نقول أن التسويق هنا إما أن يكون متعلقا بتسويق المؤسسة كاسم كامل، أو حتى إيه السبب لنحقق الشهرة والاتساع لهذه المؤسسة، أو نسوق بعض مفردات الرسالة كبرنامج أو تحقيق أو باب، فنريد أن نلفت النظر له بهذه الطريقة. نقول أن الأولى غالبا للمؤسسات التي لم تأخذ حظها من الشهرة، فنحن نريد أن نعرف الناس بها، لكن عندما تعرف يكون الأفضل أن توجه إلى بعض مفرداتها حتى، أو بعض شخصيات داخلها، حتى يعني نستفيد من الميزانية في ترويج أفكار نحن نهتم بها داخل المؤسسة. يقولون دائما قد تكون المؤسسة مشهورة فتفيد شخصا مغمورا، وقد تكون المؤسسة مغمورة فتستفيد من الشخص المشهور. يعني إذا جئت بكاتب مغمور وضعته مثلا بين كتاب في جريدة مشهورة كبيرة جدا، فأكيد هو سينال شهرة بسبب أنه يكتب في هذه المؤسسة. بل إذا العكس صحيح أيضا، إذا جئت برجل مشهور جدا، معروف جدا، كاتب كبير جدا، أو محلل أو كذا، أو شخصية سياسية أو شخصية عامة كبيرة، وكتبت هي في جريدة أو في موقع مغمور، سيرفع من هذا الموقع بسبب أنه هو نفسه مشهور. وهذا كله يتطلب وضع خطة لكل حالة. هناك كما ذكرنا
التسويق غير المباشر، وهذه نقطة مهمة ولا ينتبه لها كثيرون إلا طبعا المؤسسات الكبرى، يعني إن احنا ننشر الجهود بين الجمهور، فتكون بهذه الدعاية لها فوائد مادية وتسويقية، بحيث يكون مجمل أثرها أفضل وتكلفتها أقل من التسويق المباشر للمؤسسة. يعني أنا بأتي مثلا لجامعة وأقيم فيها مسابقة مثلا، وأعطي الفائزين مثلا جوائز. في حقيقة الأمر عندما أثريت العمل الاجتماعي داخل الجامعة، وعندما نشرت الفكرة بين طلابها وبين أساتذتها وبين أولياء أمورهم وكذا، هذه مكاسب أكبر بكثير من الجوائز التي سنعطيها لطلاب الجامعة أو للفائزين في هذه المسابقة. وبهذه الطريقة يمكن تعميم هذه الفكرة في أشياء أخرى مختلفة. إذا نعرف المزيج التسويقي على أنه إطار عمل يساعد في وضع منهجية للتعامل مع كل سوق، فيساعد ذلك على بناء وتشكيل طريق ومنهج لكل سوق. وهذا المزيج مجموعة من المتغيرات التي يمكن التحكم فيها والتي تعرض على المستهلك وتؤثر فيه. هذه المتغيرات تتضمن المنتج، المكان، الزبائن، أيضا التوزيع والتسليم. وهذه صورة المنتج من حيث طريقة عرضه بشكل مناسب ومغري، كما ضربنا المثل بفكرة ماذا؟ بفكرة العصير الذي وضعناه في كوب لائق به، وطبعا استخدمنا ثمرات جيدة وماء نظيف. وبهذه الطريقة احنا نقوم بهذا العمل كمزيج تسويقي. مجموعة من المتغيرات تعرض على العميل، تتضمن ميزات هذا المنتج وخدماته والمكان والزمان الذي سيكون مستخدما بشكل صحيح، العرض أو التوزيع، الانطباع الذي يولده المنتج، كيف يمكن أن نروجه. وهذا يتطلب أيضا إعدادا جديا لعملية التسويق. فهي حزمة من الارتباطات بتشمل ما يتعلق بالعملية التسويقية. بالنسبة لعملية المزيج التسويقي في الأمر التسويقي العام، يعني وليس فقط في التسويق الإلكتروني، تتضمن 7 عناصر. أولا المنتج، ونحن هنا طبعا نقول بالنسبة للمنتج الإعلامي يجب أن يكون جيدا وتقدمه بأفكار تجذب الجمهور. ثانيا السعر، وهذا أيضا إذا كان في العمل المالي كذا، لكن أيضا نشمل تسعير مثلا إعلانات وخدمات تسوقها المؤسسة. نحن نعرف أن مثلا المؤسسات الإعلامية تعتمد كثيرا على الإعلانات كمثال، هي نفسها تجعل هناك إعلانات، فلما يضع سياسة إعلانية مالية لتسعير الإعلانات لديه هذا أيضا مناسب. وبالنسبة لتسعيره هو إذا أراد أن ينطلق إلى أن يعلن عند غيره مثلا عن مؤسسته ابتداء، فهنا أيضا يبحث عن السعر الذي يناسبه، وأيضا عن المكان أين سيعلن بالضبط، وهكذا من جهة أين ومتى سيشتري المنتج، عفوا المستهلك هذا المنتج ويستهلكه. هذا يصلح في العمل التجاري، لكن أيضا بالنسبة لنا سيكون مهم جدا أن نعرف أين سنبث رسالتنا ومتى سنبثها. ثم فكرة الترويج، بحيث يكون الإعلان والدعاية والامتيازات أيضا التي تمنح للتحفيز، والمؤسسة الإعلامية تدرس بعناية ما يتم تقديمه من خدمات قبل وبعد وأثناء الخدمة الإعلانية. من ضمن كذلك فكرة الدليل المادي، هذا من الخامس من الإجراءات رقم 5 أو من الانضباطات في المزيج التسويقي. هذا المنهج يظهر بها يعني المكان، مكان الخدمة، وكيف يبدو كل شيء فيه، فقد يؤثر ذلك في العميل حتى قبل أن يدخل لمكان الخدمة. وعليه يجب العناية هنا بالمظهر الخارجي للمؤسسة الإعلامية وللعاملين بمجال التسويق فيها. العاملون الذين يقدمون هذه الخدمات هم واجهة السياسات التسويقية لهذه المنظمة، لذلك تقع عليهم مسؤولية كبيرة.
أيضا آخر حاجة وهي إجراءات إنتاج الخدمة، بحيث أن تأدية الخدمة بالفعل ننظر إلى عملية الإنتاج والمراحل التي يمر بها، فتشكل هذه العناصر جزءا رئيسيا من مجموعة المكونات التي يجب على مدير التسويق أن يمزجها سويا عندما يقوم باستخراج أفضل مزيج من عدد محدود من الموارد. الفريق أيضا فريق التسويق يقع عليه عامل مهم، أنه يسعى لتغيير القناعات والثقافة لدى المؤسسة ليتم مع عملية التسويق على أنها ينظر لها على أنها استثمار طويل الأمد يستمر ولا يتوقف، حتى يحقق إفادة المؤسسة وتسويق ما تقدمه من أفكار، لأن النجاح في ترسيخ هذه القناعات داخليا يفضي في النهاية إلى تهيئة الأجواء داخل المؤسسة للقيام بعمل جيد في هذا الأمر خارج المؤسسة. طبعا هنا فريق التسويق احنا في البحث ذكرناه ويرجى الرجوع إليه من ناحية الإدارة، من ناحية الانتماء الإداري، من ناحية المخططين، أشرنا في كلامنا هذا، لكن دعونا نقف عند متطلبات التسويق الناجح. متطلبات التسويق الناجح هي التالي: فريق التسويق المحترف، ارتباط التسويق بالإنتاج، ميزانية التسويق. يعني احنا تكلمنا أيضا عن هذا وأشرنا إليه، وأنتم أرجو أن ترجعوا إلى المذكرة في هذا الأمر. فريق التسويق المحترف عندما يكون يفهم دوره جيدا ويؤديه بشكل قوي وبشكل محترف وبشكل معبر عن مؤسسة ناجحة، أكيد سيكون ذلك شيئا مهما. إن يرتبط التسويق بالإنتاج باعتبار أن الإنتاج هو المنتج الأساسي الذي سيتعرض للجمهور، فنحن هنا الذين نتبع الإنتاج من ناحية أنه هو الذي يقود القاطرة، إنما نحن نوجه فقط كأشخاص أو فريق للتسويق أننا والله نرى أن المجتمع يتأثر بالفكرة الفلانية، يحب العمل الفلاني وهكذا. ثم ميزانية التسويق التي قلنا هي متوازنة، ليس فيها إسراف وليس فيها تقتير، حتى تؤدي الدور كما ينبغي دون عبء إضافي. طيب ندرس أيضا الآن مميزات التسويق الناجح. التسويق الناجح هو قائم على دراسة الجمهور وعلى إشباع حاجات الجمهور. هنا عندما نحدد له ميزانية واقعية تناسب حجم المؤسسة لا يرهقها في طلب ميزانية عالية، وفي نفس الوقت لا يرضخ لدعاوى التقشف التي تضر بالتسويق وبوضعيات المؤسسة، هذا الفريق يحقق للمؤسسة الفوائد التالية: أولا هو يصل لجمهور جديد. يعني التسويق الناجح هو الذي تتمكن به المؤسسة، مش نشر جمهورها يعني بين ما اعتاد عليها، لا، أن نأتي بجمهور جديد. يعني علامات الأساسية للتسويق الناجح فعلا أننا نصل لجمهور جديد وليس لنفس جمهورنا، وإلا صرنا نكرر أنفسنا مع نفس الجمهور، هذه كتلتنا الموجودة فعلا نريد أن نكسب لها جزءا جديدا. وهذا كما ذكرت يصلح في الدعوة الإسلامية، يصلح في العمل السياسي، يصلح في العمل التجاري، يصلح في العمل الاجتماعي، طبعا كما ذكرنا في العمل الإعلامي. يبقى هو يصل لجمهور جديد، هذا التسويق الناجح. التسويق الناجح يختصر أوقات التدفق، لأن المعتاد في الأعمال الفكرية والإعلامية أنها تحتاج لوقت طبيعي فيبدأ الجمهور للتعرف عليه. يبدأ مثلا مؤسسة إعلامية تنتج جريدة ورقية أو إلكترونية، وين حتى الناس تسمع عنها يحتاج هذا إلى وقت، ربما يصل إلى أشهر أو أحيانا يدخل في السنة أو أكثر حتى تسمع عنها. طيب ماذا فعل لي التسويق؟ لا، اختصر لي، بدل ما أنا سأضطر الانتظار سنة حتى يسمع عني الناس، يمكن في خلال شهر واحد أن يسمع عني الناس من خلال التسويق الناجح، فأنت تختصر بذلك. أيضا يحافظ على الجمهور، بحيث عندما يتتابع التسويق على الجمهور، هذا الجمهور سيظل متابع أيضا لهذه الوسيلة الإعلامية، فستظل في الصورة وفي الحسبان، فأنت تحافظ على جمهورك. يعني اكتسبت جمهور
جديد بأنك خط في اتجاهات مختلفة، لكن أيضا ما لا تزال بأنك في الصورة محافظا على جمهورك الأساسي. أيضا فكرة المنافسة، أنت عندما يكون هناك عدة مؤسسات منافسة لك، فأنت هنا تحافظ على يعني سباقك أنت وبين هؤلاء، هم ينفقون وأنت تنفق يعني تتنافسون في هذا الاتجاه. الوسائل الأخرى تستخدم أساليب التسويق، لو افترضنا أن هذه مؤسسة تابعة لنا عزفت عن التسويق، فغيرنا يعني سيأخذ من جمهورنا لصالحه وينفرد به. أيضا من ميزات الجمهور، فهنا نقاط إبراز، نقاط تميز المؤسسة، بحيث يعني تكون مهمة تسويق المؤسسة ومنتجاتها الفكرية، تحاول تبرز نقاط التميز وتلفت النظر إليها. وقلنا دائما لن يكون التسويق وحده يصفق وحده ويعمل وحده، ولن يكون الإنتاج أيضا بنفس الطريقة، وإن كان الإنتاج سيحقق الهدف في الوصول ولو بدون التسويق، نعم يحدث، لكنه سيكون بأقل إمكانية ممكن. ولذلك كما ذكرنا أن الذي يقود القاطرة هو الإنتاج وليس التسويق. التسويق هو يساعد ويوجه ويعين، لكن الذي يقود القاطرة فعلا هو الإنتاج. يعني أنت فعلا تشتري ملابس مناسبة، مهما رأيت شكل هذه الملابس في الإعلانات وكذا، لكن عندما يعني ذهبت إلى المحل ورأيت هذه الملابس غير مناسبة، يعني القماش غير مناسب أو أي شيء، نفس الشيء بالنسبة للأفكار. أنت عندما خبرت أفكار تروج لك من خلال العمل الترويجي، لكن عندما نظرت إليها وجدتها تافهة، ليس فيها فائدة كذا، فأنت ستنصرف عنه. وإذن الذي يقوم به العمل التسويقي الناجح هو أن يبرز نقاط تميز المؤسسة، بحيث يعني يبرز هذه النقاط ويلفت النظر إليها. اللطيف أيضا أن من ضمن التسويق الناجح هو أن تسوق للمؤسسة داخل المؤسسة. بمعنى إيه؟ أنت عندك في المؤسسة، أنا رأيت ذات مرة شخص يعمل في بنك إسلامي، ودخلت فتكلمت معه، يعني كان هناك معاملة معينة، فإذا به يقول لي: هل تتوقع أن ما نقوم به من أعمال هو جائز شرعا حقا؟ فقلت له: سبحان الله، أنت يجب أنني أنا الذي أسألك وأنت تجيب بقناعتك، لكن أنت تعمل ثم تسأل الشخص المستفيد يا ترى ما نقوم به حقيقي أو صحيح أو كذا. هذه إذن هذا خلل في داخل المؤسسة، أن أفراد المؤسسة غير مقتنعين برسالة المؤسسة. فمن ضمن التسويق الناجح والعلاقات العامة أيضا الناجحة أن تقيم علاقات طيبة بين أفراد المؤسسة وبعضهم البعض، وبين أفراد المؤسسة وأفكار المؤسسة، يعني سواء كان هذا من خلال لقاءات، من خلال منشورات، من خلال مواقع، من خلال أعمال تقوم بها المؤسسة، من خلال رعاية للناس وللأفكار التي تروج للمؤسسة، من خلال طبعا محاضرات بالنسبة مثلا لما يسمى اجتماعات التحرير أو اجتماعات العامة للمؤسسة الإعلامية وكذا. كل هذا يساهم ويشارك في تطوير فهم الأفراد داخل المؤسسة لأفكار المؤسسة، وهذه نقطة مرات كثيرة لا ينتبه إلى هذا العمل المؤسسي. البعض طبعا يوزع على الموظفين ما يسمى بالستايل بوك. الستايل بوك يعني بيتكلم عن ثقافة المؤسسة وعما يستخدمونه داخل هذه المؤسسة من عبارات وأساليب وما هو معتمد لديهم من هذا، وهذا لا يكفي في حقيقة الأمر، لا يكفي، لأن كثير من الزملاء يأخذ هذه، يطلع على بعضها ويترك البعض، أو لا يفهمها بشكل دقيق. فهنا مهم أن هناك من يشرح لهم هذه السياسات داخل المؤسسة، ومن يروج لها داخل أيضا المؤسسة بكل السبل، بما فيها حتى المسابقات، بما فيها البحوث، بما فيها اللقاءات وهكذا. إذن كل هذه، وهذه نقطة مهمة اللي هي فكرة إيه؟ علامات أو ميزات التسويق الناجح، يقوم بهذه الأشياء الستة المسوق أو فريق التسويق الناجح.
من ناحية التسويق للمعلنين، نلفت النظر إلى أن الدخل من خارج المؤسسة لا يأتي غالبا إلا بعد أن تخرج المؤسسة للنور وتبرز أعمالها وتميزها. فهو في حقيقة الأمر الدخل الذي يأتي لأي مؤسسة إعلامية، احنا نتكلم دلوقتي عن المؤسسة الإعلامية، عن طريق ثلاث أشياء: إما دعم من جهة معينة تعرف أن هذه المؤسسة تؤدي دورا قويا، مثلا هب أن هذه المؤسسة هي إعلامية لكنها تهتم مثلا بالصناعة أو تهتم بالزراعة أو تهتم بالأمور التربوية، فتأتي جهة صناعية أو زراعية أو تعليمية فتتبنى أعمال هذه المؤسسة الإعلامية، فهذا دعم، أو يرعى شيئا ما داخل برنامج معين أو أهم برنامج أو أي شيء زي كده في داخل إيش هذه المؤسسة. وهذه لها إشكالياتها، لأن مرات كثير يعني كما يقال الذي يدفع للزمار يختار اللحم، يعني الذي سيدفع للمؤسسة سيختار السياسة في الأساس للمؤسسة، لأن وجود دعم هذا شيء بالنسبة للمؤسسة كبير للغاية. ولذلك نقول بين قوسين أن كثير جدا بل كل تقريبا المؤسسات الإعلامية تخضع لفكرة أن الداعم يفرض سياسته، ولذلك مرات كثيرة جدا مثلا هذه المؤسسة تغلق، هذه المؤسسة تستمر، هذه المؤسسة يعني لأنها لا يعني إذا اعتمدنا على الإعلان سيكون الإعلان أجمل شيء يمكن أن نأخذ منه مال، لأنه سلعة مقابل سلعة، سلعة مقابل خدمة نقوم بها. أما الدعم والرعاية هذه إشكاليته، أنه يفرض عليه هذا، بل أحيانا كثيرة جدا نفس المعلنين الكبار، المعلنين الكبار داخل أي مؤسسة أيضا يفرضون، يقولون يعني ايتي فلان بفلان هذا ليكون مثلا هو النجم الايش اللي يقدم البرنامج الفلاني والا انا لن اعلن لديك، يفرض هذا مرات كثير. او يقولون مثلا اذا كان في شخص مثلا لا يوافق هوى المعلن يقول انا اذا اردت ان اعلن لديك فتخلص مثلا من فلان بهذه الطريقه. لكن المقصد ان الدعم من خلال جهه اقتنعت أو حتى هي مثلا زي المؤسسات بقى حاجات زي المخابرات وما يشبه ذلك، كثير جدا ما تستخدم الإعلام مع الأسف لترويج أشياء معينة. نحن لسنا ضد 100%، لكن على الأقل تكون شخصية المؤسسة شخصية مستقلة قد تفيد عامة المجتمع، وليس أن تكون مجرد ذراع تتحرك بها جهة دون أخرى أو جهة معينة لها قد تكون أهداف مشبوهة أو أهداف غير سوية للتأثير والسيطرة على المجتمع. إذن تلك الجهات الثلاث لا تخلو من تحكمات وضغوط قد تمارس على المؤسسة الإعلامية، وقد تصل لفرض سياسات وتغيير أفراد وأفكار، وتستخدم أحيانا سياسة العصا والجزرة، والمؤسسة الناجحة هي التي توائم بين هذه الضغوط وبين تأدية الرسالة. وبكل حال قد تتدخل عوامل خارجية في الحصول على الإعلانات، مثلا المواسم المختلفة، شهر رمضان توقيت شهر، توقيت شهر رمضان، المواسم الأخرى دخول المدارس، وأحيانا ضغوط جهات إعلامية أو أمنية على المعلنين حتى لا تعلن عند هذه الفضائية، مثلا رشاوى تقدم لجهات منافسة أو تقدم جهات منافسة لأصحاب القرار وهكذا. عندما تصل المؤسسة لمستوى مقبول من الشهرة يبدأ الفريق في التخطيط لتسويق المؤسسة نفسها للمعلنين، يبقى احنا بنسوق المؤسسة وبنسوق أفكار المؤسسة، لكن قد تصل المؤسسة بذاتها إلى نقطة تشبع أصبحت هي نفسها تسوق عشان المعلن يعلن لديها، وهذه نقطة أخرى تحتاج إلى سياسة وتحتاج إلى ميزات يمكننا أن يعني نعرضها على المعلن حتى ينجذب إلينا، أو ربما يأتي ساعيا هو بنفسه إلينا عندما يجد ميزات المؤسسة في قضايا مختلفة، منها تسعير الإعلان، منها الخدمات التي نقوم فيها. فنحن إذن يقوم فريق التسويق بدراسة سوق المعلنين، وأن نعرف من هو المعلن المرشح للتسويق لدينا عندما تتوافق اهتماماته مع جمهور وسيلة الإعلامية. يعني مثلا نحن نبيع أدوات رياضية
كمؤسسة للإنتاج الأشياء الرياضية، فنأتي إلى مثلا قناة رياضية مشهورة فنعلن عنده، لأن الذين سيستفيدون من هذه الأشياء الرياضية سيكونون مشاهدين لدى هذه المؤسسة الرياضية الإعلامية، وهكذا بنفس الطريقة. إذا كانت الأمور في الكتب، في النساء، في البرامج للأطفال، في الشباب، كل هذه تعتبر أسواق المعلن، ونحن نستهدف هذا المعلن ما دمنا نعرف سوقه وأننا يمكننا أن نستفيد ونفيد له. نقطة أيضا تكون بإغراء المعلن بأن جهات محترمة تعلن لدى المؤسسة، فهذا نفسه يعني كأنه خطوة إغراء، فمؤسسات محترمة كشركات كبرى، كجهات دولية، جهات حكومية، أحيانا بالمناسبة يزهد معلن في المؤسسة بسبب أنه يعلن لأشخاص أو لجهات متدنية من وجهة نظري. يعني هو مثلا شركة سيارات كبرى مثلا، يجدك تعلن مثلا إعلان لبيع الطناجر الطبخ والمش عارفين فترات طويلة، والجهات كما يقال المعلنين الذين يروجون بالشكل والجمال ويتكلم وكأنه برنامج كامل من أجل مثلا يبيع لحاف، يبيع مروحة، يبيع مش عارف كذا. فهو غالبا المعلن كما يقال الفي اي بي يعرض عن مثل هذا السوق الذي يعلن عنه. فمهم أن يبرز أو يغري المعلن للجهات المحترمة. مرات كثيرة هو يقدم عرض للجهة المحترمة دي بسعر زهيد حتى يأتي به، فيكون مكسبه من الذين انجذبوا من بعد هذه الجهة المحترمة. فكرة المرونة التي يبديها فريق التسويق وإعطاء حلول وتقديم إغراءات في مقابل حزم، يعني قل له مثلا أنت أعلن عندي 3 أشهر سأعطيك بشكل معين، لكن لو أعلنت لمدة سنة فسأعطيك، يعني يمكن مثلا يجد أن الفرق، الله، ده لو أعلنت بالشكل ده 6 أشهر سأحصل على ما هو لمدة سنة، فطيب أنا أعلن لمدة سنة فأنا أستفيد من هذا بملء الوقت وأستفيد من المال الذي نأخذه. في إحدى التحقيقات لجريدة مصرية عن الإعلانات في رمضان، التحقيق يقول أن السبب الرئيسي وراء عدم زيادة حجم إجمالي قيمة الإعلانات خلال السنوات السابقة رغم زيادة الإنتاج ورغم القنوات يرجع إلى أن وجود رمضان قبل نهاية العام ب3 أشهر، يعني انتهاء العام المالي، فتضطر الشركات المعلنة إلى تقسيم حجم الإنفاق بين رمضان وبين نهاية العام. فإضافة إلى أن هناك موسم مهم يأتي بعد رمضان، موسم عودة المدارس مثلا، وهناك شركات قررت تأجيل دعايتها إلى هذا الموسم، إلى يعني فما جاش في رمضان، كما أن وجود رمضان في شهر الصيف يقلل نسبة الإعلانات لأن معظم الأسر تخرج إلى الشوارع بعد الإفطار عكس ما يحدث في فصل الشتاء. فهناك إذن عوامل يجب أن تراعى في هذا الموضوع. إذن أيضا من ضمن تسعير الإعلانات عبر المؤسسة يجب أن يتم بدراسة الوسائل المنافسة التي احنا بنعلن، انا سأعطيه مثلا الدقيقة بكذا، او سأعطيه المساحة الاعلانية بسعر كذا. طيب انت لماذا انت افترضت هذا السعر؟ لابد ان تكون نظرت في المؤسسات المنافسة، وانت عندما تنظر الى المؤسسات المنافسة لا تنظر الى المؤسسات الموجودة فقط، لكن قس نفسك بجوارها، من انت بجوار مثلا المؤسسة الفلانية، من انت بجوار الموقع الفلاني. في هذه الحالة أنت ستجد الجمهور من ناحية التسعير، وتجد أيضا الجمهور من ناحية الزملاء، ومن ناحية أنت درست بشكل معين السياسة التسعيرية، فهنا استطعت أن تؤدي التسعير بشكل صحيح. يقولون هناك أيضا خدمات ما بعد البيع، خدمات ما بعد البيع، مثلا تقدم له تقرير عن الإعلان، عن معلومات، تقدم له شهادة شكر، تقوم معه بعمل مجاملات عامة، تعطيه هدية، تعطيه نسخ مجانية، تدعوه لحفل مثلا، تكرمه، كل هذا كما يقال خدمات ما بعد البيع. سنتوقف الآن قليلا حتى نصلي صلاة العشاء، ثم نعود بعد ربع ساعة إن شاء الله نكمل شيئا ما
عن مشكلات التسويق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.